انا اكرم طالب آل وشاح، اخو الناشط احمد طالب آل وشاح الشليبي. الان في ساحه التحرير تم اعتقال اخي في الجادريه الساعه 9 ليلا، وما نعرف شنو الاسباب اللي اعتقلوا بها، ما نعرف. ادعو كل الناشطين واللجان التنسيقيه من الطلاب واللجان التنسيقيه بساحه التحرير ولا ساحه الاعتصامات ان يوقفوا وقفه احتجاجيه ومطالبه بالافراج عن اخي احمد طالب آل وشاح. احمد ابن ساحه التحرير 130 يوم احمد البيت ما واصل له، تعرض اكثر من عمليه تهديد وعمليه اغتيال، وحاولنا اسكاته وارجاعه بس ما قبل. احمد بقى صامد بساحه التحرير ومخيماته موجوده. الجهات المجهوله لحد الان ما عرفنا من هي الجهات المجهوله، واكو لحد الان هواي اشاعات، زين هواي اشاعات جاي يثير بخصوص احمد آل وشاح، بس كلها كذب. احمد اخذتها جهات مجهوله ولحد الان ما نعرف من هي الجهات، واحنا موجودين بساحه التحرير وكنا احمد آل شليبه. احمد اذا راح احنا كنا موجودين. انا ناشد الجهات المسؤوله على اختطاف اخي، انا احمد وكل ساحه التحرير احمد، وما نطلع من ساحه التحرير وما تخوفونا. بس ادعو اخوان الطلاب والجهات المختصه والجهات اللي موجوده بساحه التحرير من نشطاء ان يوقفوا وقفه باشر الساعه بالثنتين بعد الظهر، وشكرا لكم جميعا. يا جماعة الخير، اترجاكم امشي عليكم الله وعباده، الصعدون الرأي العام. اليوم شفنا وزير الداخلية صرح تصريحات انه يفتح الحدود وبدون فيزا ويا ايران، في حين اليوم ايران جاي تعلن عن اصابات المرض هذا كورونا اللي ما له علاج واللي حدث ما حرج واللي هي عبادة جماعية. فهذا المقطع الفيديو اريد يوصل وزير الداخلية، اجراءاتك غلط وعكس بالجاف وما حد يحترمها، لان هذا اجراء مو صحيح ولا بمصلحة عامة. فعليه تسد الرحلات اللي ويا ايران وتشفونا شر المشاكل. لا خلاف هذا الحكي، توصل للفنك فنك لا عمي، نطلع للمطار ونسد الرحلات ويا ايران. هاي سالفة ما يقبلها لا الصاحي ولا المسودن، وصلوها مشي عليكم الله وعباده. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. اليوم دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين للخروج بتظاهرات مليونية يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية تحت شعار محمد توفيق مرفوض بأمر الشعب. أضافت اللجنة في بيان لها بأن المشاركة في المليونية واجب وطني من أجل رفض مرشحي الأحزاب وإسقاط البرلمان وقراراته غير الشرعية ونظام المحاصصة الطائفية. تابعت اللجنة بأن التظاهرة المليونية هي من أجل نصرة الثورة والثوار ووفاء لدماء الشهداء والجرحى التي سالت من أجل تحقيق مطالبهم العادلة. ولفتت اللجنة إلى أن الطبقة الحاكمة ومرشحيها التابعين لإيران لن يجلبوا للعراق أي خير بسبب فسادهم وسرقتهم لأموال وثروات البلاد، ولأن أيديهم تلطخت بدماء العراقيين. كما أطلقت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين واسما بعنوان طفح الكيل اقترب دخول الخضراء، حيث دعت ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تضمينه في رسائلهم ومنشوراتهم الداعمة للثورة والاستعداد لما سمته يوم الحسم. وقد واصل متظاهرو ثورة تشرين حراكهم السلمي مؤكدين استمرار الثورة حتى تحقيق أهداف المشروع، حيث تستمر القوات الحكومية والميليشيات في قتل وقمع المتظاهرين في بغداد والمحافظات في محاولة منها لإجهاض ثورة تشرين. كما جدد طلبة العراق تظاهراتهم الحاشدة رفضا لتكليف محمد توفيق علاوي ومحاولات الأحزاب الالتفاف على المطالب. كما ندد متظاهرو ساحة التحرير والمحافظات الأخرى بعمليات استهداف المعتصمين بأسلحة الصيد على يد القوات الحكومية وميليشياتها. ومثل ما شفنا في بداية الحلقة مقاطع الفيديو، حيث هاجمت القوات الحكومية وميليشياتها مجددا متظاهري ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد بالرصاص الحي وقنابل الغاز المحرم دوليا وبنادق الصيد. وأفاد ناشطون بأن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق بسبب الهجوم، مؤكدين بأن القمع الحكومي لن يثنيهم عن الاستمرار في تظاهراتهم المطالبة بإسقاط النظام ورحيل جميع الأحزاب الفاسدة. نعم، طبعا أصدرت مجموعة من خيم المعتصمين في ساحة التحرير بيانا أكدت فيه رفضها لترشيح اسم بعينه لمنصب رئيس الوزراء، وشددت على أن ترشيح شخصية بعينها ليست من مطالب ساحة التظاهر،
كما أكد المعتصمون في ساحة التحرير براءتهم من أي شخص يتفاوض مع الرئاسات الثلاث أو أي جهة حكومية أخرى للوصول إلى منفعة شخصية، وحذروا من أن قمع المعتصمين في ساحة التحرير سيجعل جميع ساحات بغداد ساحة تحرير جديدة. خلينا نشوف بيان المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير ونرجع لكم. إننا نعتبر الجلوس معهم خيانة لدماء الشهداء. ثانيا، لم نرشح أي شخصية بعينها من ساحة التحرير في بغداد، وذلك من أجل ألا نقع في مستنقع الخوض بترشيح سين أو صاد. نعلن براءتنا من كل من جلس واجتمع وتفاوض مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء المستقيل أو المكلف أو رئيس البرلمان وتكلم باسم المتظاهرين. رابعا، إن هيئة رأي ساحة التحرير يجب أن تنبثق من معتصميها حصرا، وأن أي اجتماع أو قرار يصدر من خارج الساحة لا يمثلنا. خامسا، إن قمعت ساحة التحرير فستكون كل بغداد ساحة للاحتجاج. طبعا نذكركم أعزائي المشاهدين بأنه يمكنكم الاتصال على البرنامج عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم إرسال رسائلكم على الواتساب. أرجو تكون رسالة قصيرة. رسالة تقول: الثورة ستنتصر والشعب صامد والصبح قريب. رسالة أخرى، وأرجو كتابة الاسم حتى انضمنها مع الرسالة، يقول: الدول العربية ودول العالم إما متفرجة أو متواطئة مع عصابة المنطقة الخضراء لأنها أعطتهم نفط العراق أو أراضي أو حدود العراق البحرية والبشرية دون وجه حق لتشتري مواقفهم. نعم. ومسعد القيسي من بغداد تقول: الله على الظالم الحلبوسي، خال رجل على رجل ويضحك كما تقول مع مبعوث الأمم المتحدة. هي هاي وضعية يتباحث بها وضع العراق المدهور، كلهم فازين، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، عليهم حال الناس ودم الشهداء برقابهم. أبو زين العابدين من البصرة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قناة الرافدين، وفقكم الله لكل خير من أجل سلامة المنتفضين وتعجيل النصر، يجب الالتزام بالصلاة وأذكار الصباح والمساء. أحد الأخوة نعتذر عن استلام أي مقاطع فيديو. أخي العزيز، إذا عندك رسالة كاتب لنا ثلاث مرات ألو اكتب لنا إياها، عبر عن رأيك. نعم. السلام عليكم، زهراء من العمارة تقول: أحلى تحية لأحلى قناة. مهما استمر القمع والخطف والاغتيال ضد المتظاهرين ازداد عددهم وأسرارهم في التظاهرات وفي إسقاط هذا النظام الفاسد والأحزاب، ربي يحفظكم ويوفقكم. نعم. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، أو يقول: السلام عليكم من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة. شكرا لك يا أخي العزيز. يقول: اللهم ارحم شهدائنا بحق محمد وآل محمد، هسه هاي الشباب ده تروح مثل الورود، والله ماكو شيء قاهرني غيرهم هذول الورود. اللهم ارحم شهدائنا أيها المتظاهرون، احتفظوا بأحذيتكم كما يقول، لأن متاحف العالم سوف تطالب بها يوما وتكون بديلا لتيجان الملوك. نعم. أبو حاتم من الموسى يقول: السلام عليكم. يقول: لا توجد حكومة في العراق من عام 2003 ولغاية يومنا هذا. يقول: حرب على العراق من عام 80 وليومنا هذا، ومستمر الحرب على شكل صفحات الثورة والثوار أمل العراق وشعبه للخلاص من هذه المحنة. المنظمات الدولية لا نترجى منها، غارقة بمشاكلها، وعلى الثوار الصبر والصمود والنصر حليفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة من نهى من الناصرية تقول: خلقنا لنكون أحرارا وليس عبيد، فتبا للميليشيات والأحزاب التي سيطرت علينا، فنحن شعب وعلى الشعب أن يعيش بسلام. نعم، إن شاء الله ننتصر على هاي الحكومة الفاسدة. محمد من بغداد يقول: أتمنى تستمرون بنقل أخبار المظاهرات، هذا واجبنا أخي وسوف نستمر طبعا. أبو يوسف من الدنمارك يقول: تحية طيبة أستاذ عمر. يقول:
إبارة الزراعة وقبل مدة إبارة الثروة السمكية، والآن إيران سوف تقوم بتصدير فيروس كورونا إلى جنوب العراق. يا أهلنا بالجنوب، اغلقوا الحدود مع إيران لأنها تريد إبارتكم، وشكرا. أبو يوسف من الدنمارك. طبعا احنا شفنا في البداية أحد الأخوة من محافظة النجف يناشد بغلق الحدود وغلق المطارات تجاه الرحلات القادمة والناس قادمين من إيران. طبعا لازم تكون هناك احتياطات، يعني وتكون وزارة الصحة على أهبة الاستعداد. بس احنا شفنا اليوم مقاطع فيديو، وكما أطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اغلقوا الحدود مع إيران، بأنه يبدو أنه وزارة الصحة يعني غير حاضرة وغير مستعدة لمواجهة هذا الفيروس. نسأل الله أن يبعد عن العراق وأن ينجي جميع العراقيين من هذا المرض وهذا الوباء. بس لازم تكون وزارة الصحة وتكون الناس يعني على أهبة الاستعداد حفاظا على أرواح العراقيين. معنا اتصال أبو علي من واصل. تفضل أخي أبو علي. أدامة تحية حضرتك. أهلا وسهلا. تحية لجمهور الرافدين، تحية للعراق والعراقيين. أقول نسأل الله أنه يحمينا إن شاء الله من فيروس كورونا اللي إجا هسه، ومن فيروس نهبونا اللي إجينا من 2003. نعم. وزارة الصحة شنو الإجراءات اللي سوتها لحد الآن؟ ترى لي علم أستاذ عمر، لحد الآن أكو من الموجودين بالصين ما حد جاهم، ترى لحد الآن لا. واليوم سمعت في إحدى الإذاعات إنه ينازلون وزارة الخارجية ويراسلون السفارة وما حد لباهم طلب. وكذلك اللي يجوي من الصين 59 شخص، طبعا بعد معاناة شهر كامل وعود من وزير الخارجية جاءوا لحد الآن بالمحجر، ودابينهم بمحجر مثل الأمراض الصحية. يعني أنتم ما جابينهم حتى تبونوا مكان الله يستر حد يصير بيهم شيء مرة ثانية. يعني شنو هذه الإجراءات من وزارة الصحة؟ وزارة الصحة وين بالحدود؟ يقول الآن يقال، يعني ما نتأكد من هذا الخبر، أن وزير الداخلية اليوم أصدر بيان ممنوع إصدار تأشيرات فيزا إلى إيران. ما ادري هل هو يعني الجماعه يدرون وما يدرون، احد يقدر يمنع ايران؟ ايراني من يدخل العراق هم كانوا يدخلون بدون فيزا وبدون جوازات. اعتقد مره حادثه الهجوم اللي ما يقارب حوالي 300,000 هجموا على الحدود ودخلوا بدون تاشيره ولا جوازات ولا اوراق، وهذا معروف الحادث بجار الاربعينيه وما حد اجى ولا حد داعه. ما ادري وزير الداخليه من اذا هيك يعني صدق صدر قرار، هل يعني الجماعة الفوق منه يدرون انه يصدر هيش قرار؟ هيش عنده جرأة يصدر هيش قرار؟ لان وين الحمايات بالمنافذ الحدودية مدام ايران طلع بها كورونا واثنين ميتين؟ نعم. كذلك كربلاء المقدسة اكو مفارق صحية موجودة قبل لا يدخل شخص الى زيارة العتبات المقدسة، احد منفحص او اكو محجر موجود؟ وزارة الصحة وينها؟ وزارة الداخلية وينها؟ يعني لما يدخل لا سمح الله المرض بالعراق اللي تتعيد والله احنا بيد نسوي، يعني ما استغرب مني. وشنو الاجراءات بحد ان لا ترى وزير صحة ولا وزير داخلية؟ يعني احنا سوين هيك اجراءات وراح نسوي خطبتم عن منظمات الصحة العالمية لو لا؟ يعني كأنه حكومة او سلطة غايبة عن مشهد العالم. كان الفيروس شهرين تقريبا او ثلاثة اشهر لحد الان ماكو والله احنا لن تعلم ايران راح نسوي. يعني شنو والعراقيين من يداويهم؟ نعم انتم على فلاونزا ما حد يداوينا، هي من نوبة فيروس. بس لكن ان شاء الله انه يحمي العراق والعراقيين ويفكنا من فيروسنا اللي جانا من 2003 لحد الان. وانا اجد الشكر لقناه الرافدين لاتاحه هذه الفرصه ولك استاذ عمر. شكرا لك ابو علي من واسط. طبعا انا اعتذر عن استلام الاتصالات التليفون عبر الواتساب أو استلام مقاطع الفيديو. معنا وسام من بغداد. تفضل وسام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بس نص التلفزيون أخي وسام. الله يخليك. الله يسلمك ويخليك. أي والله، حتى تتكلم على راحتك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بك. شلونك أستاذ عمار؟ حياك الله، يا هلا بك. هلا أخويا. أنا أشكرك يعني على هذا البرنامج، ودزيت لك أنا يعني مقاطع مال أخوي الشهيد بإذنه تعالى. صور الشباب ده يشتغلون عليهن باشر، يطلعن على الشاشة باشر، شوفن على الشاشة بإذنه تعالى. أنا بس أبدأ أوضح. نعم يعني تفضل. من خلال برنامجكم ومن خلال قناتكم الشريفة. نعم.
عبد الله بس شغله بانه هاي المتظاهرين العزل مات الفقره اللي ما عنده ألف دينار اللي قتله واللي استشهده واللي انخطفه واللي خذوهم واللي ما نعرفهم وين دور الحكومه وين وزير الداخليه وين وزير الدفاع وين رئاسه الوزراء وين محمد علاوي سوى من السلم اليوم نطلع على شفنا طلع حقق بطلع الشهداء راح اراد دور المحامين نقابه المحامين اللي سوت دعاء عام للامم المتحده وين دورها يعني احنا هسه نريد حقوق شهداء نريد دم اخوي مو بس دم اخوي دم الشهداء كلها اريده وين دورهم وين دور الرقابه وين دور الشفافيه وين دور الشؤون الاستخبارات يعني ماكو واحد بالبلد لحد الان انطاك حلو قال لك هذا القاتل ما شفنا قاتل نعرض على التلفزيون ما شفنا من اللي يشارك بالقتل يعني جميل الشمري طبعا على اعمال النافيه ذبح المتظاهرين كلها وين جميل الشمري وين لا تحاكم لا تعاقب لا نعرض على التلفزيون لا تم القاضي قرعي ذاك جميل الشمري اللي اختار مصر وانتم عندكم هاي المعلومه نعم الشهداء وين نعم اخي واعقب لك على شغله ثانيه زين اخي وسام اريد اسالك سؤال بالله شهادة الوفاة لأخوك الشهيد مصطفى من أخذتوها من المستشفى ايش مكتوب بيها؟ كتبوا علي متوفي سريرياً أحداث السنة بالتظاهرة كتبوا على شهادة الوفاة والحق الآن أبو صار شهرين يراجع الحق الآن ما طلع شهادة الوفاة الموتين نعم زين نعم كتبوا متوفي أطلاقات فراج راح تفتح لك نعم ويكشف بالتحرير بمجلس السنة كاي اللي دخلت فيها السنة نعم قلت لي البارحة اي نعم نعم زين بس انا اوالك على شغلة تفضل ابدا عقب على الكلام هذا الجوان ايوب وابراهيم بيقول الشهداء مليح انت لو رجال اطلع انت لو رجال تعال جاهلنا انت مو خاتل ايران وتكتر السيارة وتبيف يا جبان يا تغر يا اقرب يا زين زين والله مو رجال تدري ان عالي الشهداء يشرفك انت والجابه وايران باكملها زين انا على ابوكم يابا حتى اخوين يابا حتى ايران يابا منبع ايران يابا تجاركم من العراق يابا تطبركم من العراق زين كلكم ذيوله وحراميه وجبناء واعراضنا عندكم وكل شيء يجي يشرفك يا جبان يا خاي لك اول ما يتذكر عرضوا المقطع مالته من كتنار تحت التحرير بالمعالات خلي يشوفه خلي يتذكر يذكر من علاقة التفجت على رأسه حتى يحشي على الشهداء جبران العار الزين الحرامي اللي باقي ما باقي بديه في العالم اللي قتل يا ما قتل من إخواننا السنة ومن الشيعة زين صعدوا بدم الأبرياء دولة والله صعدوا بدم الأبرياء والله بدم الشهداء وشوف الأمهات أنا هسه واحد من العالم أنا حشياكم مختنق على أقول أنا باجي طالع لأخوي بالنجف زين يعني اروح احكي على المرمر مالته واجي احكي وياي واسالك وياي لا يجي فرموني من اعز اخ عندي فرموني من صديق مو اخ هو صديق لي بس والله جبنا هو يا رجال هذا ابو عذره هذا الذيل الذيل مال ايران لو ادس نعم شعره مال رجوله يبغى يقابلنا يقابلنا يحكي ويانا زين مو خاف اللي حتى المنطقه ما يطلع خليه يعرض المنطقه اللي هو فيها خليه يعرض المنطقه لا يصور بسوشه ويحكي خلي يعرض المكان اللي يتجول بيه حتى يشوف ولد الشهداء واخوة الشهداء وعوائل الشهداء ايش يسوون له والله لا ندوس على راسه الله لا يطوف له الصلاة بس نعم اتمنى ان احترز المقطع مالته اللي كتلناه تحت التحرير شوف النعالات اللي كلها زين شوف الشباليق والله والله ناس خير شلون ازوكم الدخلة وعفينا ان احنا مقطعين النعالات على رؤوسهم ذيوله بناء ارض ما عندهم انا اشكرك اخي وسام والله يعينكم ويرحم اخوك الشهيد ويرحم جميع شهداء العراق. معنا اتصال أحمد من الدنمارك. تفضل أحمد. السلام عليكم أخوان. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحياتي لك وللمشاهدين قناتكم الجميلة هذه. يا أهلا وسهلا بك. بالحقيقة واحد والله العظيم ما يدري شي يقول. يعني كل شي استعملوه. هذا أعتقد الأسلحة اللي دي يستعملوها مال الصيد. هي هذه آخر نفس بالنسبة لهم. لأنهم يعني خلصت الجعبة مالتهم مال الحيل والمحاولات حتى يقمون هذه الانتفاضة الشريفة اللي هم أساساً ما يعرفون أساس الشرف منه.
نعم. أنا في اعتقادي أنه الثورة تمشي بالطريق الصحيح طالما تستمر بسلميتها. إحنا قدمنا هواية شهداء، إحنا قدمنا هواية جرحى، قدمنا هواية تضحيات، لكن أنا متأكد أنه إحنا نمشي بالطريق الصحيح طالما تبقى هذه الثورة سلمية، يبقى شبابنا رافعين العلم ويخلون سلاحهم الوحيد هو حبهم للوطن، لأن هذول اللي يطلقون عليهم هم ناس جبناء مثل ما قال الأخ اللي قبلي، هذول ناس جبناء وما عندهم ذرة ذرة من القيم والأخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت، وهذول ناس ما يستحون. لذلك وصيتي إلى أخواني اللي مرابطين بكل ساحات الاعتصام بالشمال بالجنوب بالوسط بكل مناطق العراق كل ساحات العراق الشريفة أنه يستمرون لكن يخلون الله بين عيونهم ويبقون سلميين إلى آخر المطاف. النجاح جاي 100% جاي. نعم. أشكرك كل شوية لأنه اتسعت المجال إلي أخ عمر، وأتمنى من قناتك هاي أن توصلها إلى كل هذول اللي واقفين سواء بقار ولا بالبصرة ولا بالنجف ولا بكربلاء ولا ببغداد. الثورة ناجحة والنجاح جاي، إذا مو باكر بعد أسبوع، مو بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، لكن جاي جاي جاي. أنا أشكرك أخي أحمد من الدنمارك كان معنا. نقرأ رسائل واتساب. وجدامنا نصرية تقول والله حرام هذا اللي قاعد يصير بينا، وفوق كل هذا فتحوا الحدود مع إيران حتى يموتون العراقيين بمرض الكورونا، تقول اسم الله علينا، الله يحرسنا آمين. رسالة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلقنا أحرار ونموت أحرارا من الأرض ونضم أصواتنا لصوتكم، والله كنا نتمنى أن نساهم ولو بالصوت مع إخواننا المتظاهرين، بس نقول الله المستعان والرحمة والغفران لشهدائنا. أخوكم أبو فيصل العويسي من الأردن. أبو حيدر النجف يقول، أبو حيدر دائما يدزنا رسائل طويلة رح نقرأ كم سطر منها وأرجو أن يعذرنا. أبو حيدر النجف يقول السلام عليكم، رحم الله شهداءنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، إن وعد الله قريب ونصر من الله وفتح مبين، مستمرون في طريق النصر والله معنا وهو خير الناصرين، من توكل على الله فهو حسبه، إلى كل العراقيين ساندوا إخوانكم في ساحات الاعتصام إلى حين تحقيق كافة المطالب المشروعة. رسالة يقول السلام عليكم، من خلال قناتكم المحترمة نناشد ذوي الضمير حماية الشعب المظلوم من فيروس كورونا المتفشي في إيران بإجراء فحوصات وقائية وإغلاق الحدود. نعم. أبو حنام من النرويج يقول، لا يستعيد العراق عافيته إلا بإزالة عمائم الظلم والفساد، يقول إنها رأس الأفعى. نعم. يقول السلام عليكم، قناة الرافدين صوت الشعب، نرجو منكم أن توصلون صوتنا ومناشدتنا بغلق منافذ الحدود مع إيران. نوري من البصرة قضاء الزبير. لهفة من ألمانيا تقول السلام عليكم، تقول لازم بعد المتظاهرين الشرفاء الأقوياء ما يطون مهلة لهذه الحكومة الفاشلة، وين الزلم تقول مهتزل شواربهم من شافوا دم الشهداء ودموع الأمهات، وينكم اللي كان ينحلف برجولتكم يا جيش العراق العظيم، وين صرتوا، النصر قريب بإذن الله. لهفة من ألمانيا. نعم. رسالة من الناصرية يقول فيها، كرار العقيلي من الناصرية يقول، الناصرية ستكون الأولى في مساندة التظاهرات ولن نتراجع، تحياتي لقناتكم الموقرة. حياك الله أخي، حيا الله أهل الناصرية. السلام عليكم، تقول أنا أخذكم من صلاح الدين، الله ينصركم، نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. رسالة من
أم علي من ذي قار تقول السلام عليكم أستاذ عمر، دم الشهيد يقوثر ثورتنا والخوف مات وإحنا ما متنا ومن قبره يصيح ويانا اسم الله وسلام الله على ثورتنا راجعين بعون الله بقوة نحيي الثورة. نعم مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا شهدت محافظة بابل تظاهرات حاشدة شاركت فيها اعداد كبيرة من الطلاب للمطالبة باسقاط نظام الاحزاب الفاسدة، واستنكر الطلاب عمليات القمع والقتل والخطف اللي تعرض لها المتظاهرون على يد القوات الحكومية والميليشيات، ودعوا عموم الشعب الى مواصلة ثورة تشرين حتى تحقيق اهدافها ومحاسبة الفاسدين وقتلة الثوار. كذلك خرج الطلبة في محافظة القادسية بتظاهرات حاشدة رددوا فيها شعارات نددت بالسياسات القمعية الحكومية، وانطلق المتظاهرون نحو مركز المدينة وهم يرددون شعارات وأهازيج طالبوا فيها بإيقاف عمليات القمع والتنكيل المستمرة ضد الناشطين والمتظاهرين. طبعا كذلك في القادسية جدد طلبة جامعة القادسية إضرابهم عن الدوام وتظاهروا أمام الجامعة التي أغلقوا أبوابها مؤكدين على عدم التراجع عن مواصلة الحراك الثوري حتى إسقاط نظام المحاصصة ومحاسبة الفاسدين وقتلة الثوار. كذلك نروح إلى محافظة المثنى، حيث أو شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار مسيرات حاشدة نظمها عدد من روابط الخريجين ومحاضري التربية في المحافظة دعما للمعتصمين في ساحة الحبوبي وتأكيدا على مواصلة الحراك الثوري حتى تحقيق أهداف الثورة. هذا في الناصرية. في المثنى أكدت جامعة المثنى عدم المشاركة بالامتحانات على الرغم من إعلان الجامعة جدول امتحانات نصف السنة، ورددوا خلال تجمع نظموه داخل الجامعة هتافات تؤكد استمرارهم بالإضراب ورفضهم لقرارات العودة إلى الدوام. طبعا نروح لمحافظة النجف، حيث نظمت نساء محافظة النجف تظاهرة حاشدة ضد العملية السياسية ومرشحي الأحزاب الحاكمة. أكدت المتظاهرات إصرارهن على متابعة مسيرة الثورة حتى تحقيق مطالبها وعلى رأسها إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة، كما أكدنا على أهمية دور المرأة العراقية في الحراك الشعبي المستمر منذ نحو 5 أشهر. خلونا نشوف بعض ردود أفعال المتظاهرات من محافظة النجف ونرجع لكم. مسيرتنا اليوم نريد نغير ولو شيء بسيط ونشارك مع أخواننا في ساحات التظاهر، فأيقونة التظاهرات هي المرأة، وإن شاء الله يا ربي نكون يد عون لهم ونطالب حكومتنا بتشريع قانون انتخابي مبكر وعدم التدخل وقمع المتظاهرين كما يرمون خواننا في ساحات التظاهر بمسيل الدموع والدخانيات وغيرها، فهذا الشيء ما راح يأثر علينا، وإن شاء الله يا ربي هاي مسيرتنا مسيرة شفافة كما اليوم نرتدي اللون البنفسجي والوردي الذي يدل على السلام والشفافية، منصورين إن شاء الله مستمرين بلا تراجع. أريد تغيير جذري بجميع فقرات الدستور. احنا انطينا
انطينا فد نبذه انه احنا نريد تغيير، واحنا هذا حق مكفول بالدستور انه اليوم احنا من حقنا نعبر عن الراي، اليوم احنا حقنا مكفول انه احنا نعبر عن راينا، وان شاء الله ان شاء الله نتامل خير انه هاي الثوره مستمره ومستمره ان شاء الله ثورتنا وصامدين، ونستنكر انه الامور هذه اللي تقول المراه شنو اشتراكها بالمظاهرات، المراه عوره، المراه ثوره، وهي الثوره هي اللي صنعتها المراه. ثورتنا مستمرة، ثورتنا ما تتوقف بالرغم عن كل اللي لقى الناس وقفنا، لا تهديداتهم كل شيء مخوفنا، لأن مثل ما نقول إنه طفح الكيل 16 سنة من السلب والنهب نهبونا كطلاب جامعات، إحنا ندرس وما نعرف مستقبلنا شنو، مستقبلنا مجهول، يعني آلاف الشباب شهايدهم ماجستير وبكالوريوس إنه ما عندهم عمل، فإحنا مطالبنا مستمرة، لا ما يخوفنا، إحنا مستمرين، وشهدائنا إحنا ما نخونهم، دمهم إن شاء الله منتصر شهدائنا، والعبارة تقول أن جرح بس ما نحن نشبه موطني، بالرغم إحنا مثل ما يقولون إنه المرء مثل مجتمعنا الأغلب يقول المرأة عورة، لا إحنا اليوم ثبتنا المرأة هي ثورة، المرأة هي يقولون نصف المجتمع، لا المرأة المجتمع بأكمله، إحنا ما نرجع وخلي يسمعوها كل الطبقة السياسية الفاشلة اللي حكمتنا منذ 16 سنة. بالنسبة للدولة العراقية سيادة صارت بيد الأحزاب، الأحزاب هي هسه السايدة، يعني أنا أتعجب أقول هذول البرلمانيين اللي يتحكمون بالبلد، يعني ما يشوفون الشهداء، ما يشوفون الشعب رافضهم، ليش يعني يأذونه وبعدين إحنا ننتصر؟ احنا صوتنا ينتصر، صوت الحق، صوت الشعب. نعم، معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. نحيي حضرتك ونحيي الثوره العراقيه العربيه المهيده. حياك الله. ثوره التحرير الكبرى. ونطالب بس، نطالب يعني علامه استفهام على كلمه ثوره التحرير الكبرى، احنا شايفينها تحرير وطننا كله من الظلم والقتل والنهب والعصابات والميليشيات، وعوده جيوشنا الى مكانها الطبيعي وشرطتنا المدنيه في اوطاننا العظيمه المدينه. يا سيدي ابونا العراقي، يا سيدي رجع المجد للامه، يا سيدي رجع المجد للامه، يا سيدي رجع المجد والشرف للامه، يا سيدي رفعنا راسنا، يا سيدي رفعنا راسنا، يا سيدي وطننا يرفض الاستعمار، يا سيدي ويطارد العصابات، يا سيدي بصدوره العاريه بتلميته، التلميه يا سيدي تعبر عن القوه، عن الصمود، عن الامل، عن الحق، عن الاستفتاء ابو العروبه، يا سيدي ابو العروبه، يا سيدي رمز الامه وترفع، عاش العراق، عاش العراق، ابي ابي شامخ شموخ العزه، شموخ الجبال، شموخ الجبال يا رمز العروبه، يا ذئب السياسة العربية، يا ذئب السياسة العربية، يا سبع السباع، يا بطل يا بطل يا بطل، عشت 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 وعاشت أمجادك، عشت وعاشوا أبنائك في العالم كله، يضيء العالم بعلمهم وفي نضالهم وفي كفاحهم وفي انتمائهم لوطنهم العربي الحر الشريف، على إيدك يا بطل الأبطال، وأنا أشكر سيادتك. أنا أشكرك أخي مصطفى السيد من مصر، وأشكر مشاعرك هذه الطيبة. طبعا مصطفى السيد متصل دائما ببرنامج صوتكم، يعني وهذا يدلل على الصوت العربي المتضامن مع الوضع في العراق. أنا أشكرك بالفعل، أشكرك جدا. أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. تحية لك ولقناة الرافدين. حياك الله. الله يحييك أخي عمر. قناتكم الموقع في شريط الأخباري قريت أن نور المالكي يخون المتظاهرين ويقول لهم أجندات مشبوهة وأنهم ضد الحكومة والقوات الأمنية. هو عندما يخون المتظاهرين، طبعا ظاهر نور المالكي من كثر اللطم على رأسه يعني يتناقض، يعني في هناك خلل في عقله. أنتم قناتكم الموقرة نقلتم صورة وصوت نوري مالكي يتكلم بعظمة لسانه شخصيا، يقول كلنا فاسدون، يقر بالفساد، يقول أو كان يقول في هذا الشريط الفيديو، يقول كلنا فاسدون، يجب أن لا يكون لنا دور في العملية السياسية القادمة، فهو يقر بالفساد. وعندما يخون المتظاهرين، طبعا هو يعني سرق المليارات
وعندما يعني هو يدعي انه مواطن عراقي عندما يذهب الى خامنئي ويجلس امام خامنئي ذليل بلا علم عراقي، طبعا عقيدته ايضا لا يلبس الكرافتة، عندما يذهب امام علي خامنئي لا علم عراقي ولا يلبس الرباط، فهذا دليل هناك موضوع عقائدي، يعني هو يعني يعمل هو اجندته هو يعمل لمصلحه ايران الدوله الصفويه المجرمه الجار السوء الذي قتل الشعب العراقي. فالان هو يعني هو فوق هذا هو يتهم المتظاهرين الذين الشعب العراقي الذي يطالب بحقوقه. فيعني هذه يعني انا كيف افسرها، يعني يقول يعني شر البليه ما يضحك، يعني هو مفروض الشعب العراقي يعني قريبا ان شاء الله، لان الله عز وجل توعد الظالمين قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فان شاء الله قريبا الشعب العراقي يعني في المنطقه الخضراء كل المجرمين المنطقه الخضراء ان شاء الله يعني يحاسبون ويعاقبون باذن الله عز وجل ان شاء الله. نعم انا اشكرك ابو عبد الله من لندن. كان معنا احمد من الموصل، تفضل احمد. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك. نحييكم ونحيي قناتكم الشريفه. حياك الله يا اهلا بك. الحق. حياك الله يا اهلا بك، تفضل اخي. والله استاذ عمر هؤلاء ايسونا من شبابنا. ايسو بحيث وصلنا الى مرحله اليأس باذن الله، ثم باذن الله هذه الثوره المباركه ستعيد العراق امجاده ان شاء الله. والله استاذ عمر انهيار في كافه المؤسسات، هؤلاء اوصلوا العراق الى ادنى مستوياته. نحن الان في مدينه الموصل والجميع يعلم بان هناك انهيار في جميع المؤسسات، ومن ضمنها مؤسسه التربيه، حيث التربيه جميعهم يعتمدون على المحاضره المجاني. هل هذا العراق الذي ميزانيته تفوق ال 120 مليار يعتمد على المحاضر المجاني الذي أفنى عمره في الدراسة ثم يحاضر مجانا من أجل من؟ من أجل السراق؟ هل هذه هي العدالة؟ ها يا أستاذ عمر إلى أين أوصل البلد؟ انهيار فيك اليوم الخميس كان هناك لإضراب المحاضرين، المدارس لم تداوم، طلاب الساعة 10 صباحا خرجوا إلى بيوتهم بسبب إضراب المحاضرين. هذه 3 سنوات وعود ثم وعود ووعود كاذبة. الميزانية يقولون حسب قولهم بأن الميزانية متقشفة فقط على المواطن. نعم. وانفجارية لهم. هل هذه العدالة؟ نعم أخي أحمد. بس بإذن الله ثم بإذن الله ثم ان شاء الله هذه الايام التي ذهبت والايام التي سوف تاتي باذن الله سوف يعود العراق الى ما كان عليه في المستقبل في الماضي، وان شاء الله يعود بجهود ابناء هذا الوطن الذين الحمد لله الذين بحمد الله طمروا الطائفيه ودفنوا الطائفية وعاد العراق موحدا من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه، اللهم لك الحمد وشكرا. نعم. شكرا أحمد من الموصل. كان معنا أبو بشار من إنجلترا، تفضل أبو بشار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عمر ما أدري يعني الحقيقة يعني لا أقب الأخبار أو المظاهرات فترة طويلة، بس الحقيقة أنه ما راح نطلع النتيجة إذا ما المؤسسات. نعم. شنو الحل برأيك أبو بشار؟ تسمعني أبو بشار؟ أي نعم تفضل. أي أما الحقيقة أنا ما يس تنظيم كامل للمظاهرات وتكون ناس ممثلة عنهم تحكي باسمهم ما راح تطلع بنتيجة، لأن هذول مستحيل يعوفون السلطة، مستحيل بالنسبة لهم صارت أثر التراخ للسنوات الأخيرة. وبنفس الوقت أنا قلت في الفترة السابقة أنه الميليشيات
رواتبهم من الحكومة العراقية بس ولاءهم إلى إيران، وهاي حالة يبكى عليك. نعم. ما أعرف شو تريد أقول لك بعد. أنا أشكرك أبو بشار من إنجلترا كان معنا، رسالة على واتساب من المهندس مجيد العامري أبو مصطفى من بغداد يقول السلام عليكم، يقول أحييكم على موقفكم المشرف من ثورة تشرين، يقول أنا وعائلتي ومن الداعمين للثورة في السر وفي العلن، والله يشهد على ما أقول. يقول سأرسل لكم فيديو لابنتي فاطمة تم تسجيله قبل أيام في ساحة التحرير، أمانة عليكم تعرضوا تفرح وتشعر بأنها قدم الشيء للثورة. أرسل أخي إن شاء الله ونعرضه على شاشة الرافدين، والله يحفظ فاطمة إليك ويحفظكم ويحفظ جميع العراقيين. رسالة أخرى، محمود بن مصر يقول السلام عليكم، يقول عاش العراق وعاش أحرار العراق، يقول اللهم بارك في العراق والعراقيين، الشعب العراقي شعب عظيم وبلد حضارة وبلد الرافدين، يا رب انصر الشعب العراقي على الفساد والمفسدين اللي دمروا البلد الخونة ذي والإيران وأمريكا، آمين. أنا أشكرك أخي العزيز محمود بن مصر. أبو أوس من تركيا يقول بأن ثورة العقول هي التي تمنح الإنسان بريق الفكرة وبها تتقدم الأمم وتنهض المجتمعات. أبو أوس من تركيا رسالة يقول السلام عليكم، فكيف يحق لمن يدعي الإسلام أن يكفر الآخرين الذي يجمعهم جميعا قول لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مستمر بقراءة. أبو علي من المحمودية يقول تحية لانتفاضة تشرين وتحية للمتظاهرين الأبطال وتحية حب وتقدير إلى قناة الرافدين صوت العراقيين الأحرار، اللهم احفظ العراق والعراقيين. أبو علي من المحمودية في العاصمة بغداد. نعم، الشعب يقول علاوي مرفوض وهو يريد يشكل حكومة الوزارات، انباعت وصل سعرها ملايين الدولارات، بس والله الخزي والعار للبرلمانيين اللي راح يصوتون لمنح الثقة. شكرا لك أخي عمر ولقناة الثورة، والتاريخ راح يشهد لكم بالعز غدا. أشكرك أخي العزيز. نعم، أبو ناصر من الكويت، تفضل أبو ناصر. أيها وبركاته، أهلا وسهلا بك وعليكم السلام. بس ملاحظة. تفضل. أشكر الحرة الشامية اللبوة السورية اللي قبل كم يوم اتصلت عليكم ودافعت عن كريمات العراق. نعم، دافعت عن حرار العراق اللي تطاول عليهم المعمم اللي قاعد الطم. ثانيا نداء أوجهه إلى السادة الأشراف، قبائل السادة الأشراف من الموصل الحدباء إلى البصرة الحيفاء الفيحاء لا إله إلا الله، نعم، من سنة وشيعة، نعم، وإلى القبائل العدنانية والقحطانية السعدون قبائل ربيعة عنزة وقبائلها بني شيبان بني تميم قبائل طي شمر ودنيم وزويد وجبور وجميلة وعزة واللي أنسى يسامحني، نعم، خفاجة عيال عامر البدور عبودة أحفاد خيون العبيد عبادة شريفات قشعم رفيع شميد آل الديرج كنانة خزاعة خزاعة بني أسد بني مرة بني سهل بني خيقان الحمام بني حمدان بني هلال السودان بني شيبان بني عقيل بني زيد بن حتيم الخزرج وصير مطير الدواسل حرب الصوالح الفضول بني لام الخليصات بني كاس القواسم زهير بني خالد بني سعيد النبهان، نعم، الجوارين السواعد طي شمر زين القبائل بكل العشائر، نعم، والقبائل والعشائر والقبائل، نعم، الكردية الأصيلة أقول لهم أنا أنتم خواهم وأنتم عمامي، نعم، أما أنا للفارس أن يمتطي صهوة جواده، أما أنا للسيف أن يخرج من غمده، نعم، نعم، الأسد بالأنبار وبذيقار وبالبصرة وبالموصل وبكل مكان بالعراق الأسد يشوف أدلكم الله الكلب وهو جالس في عرينة من 17 عام
وهو جالس في عرينة. نعم. أنا أشكرك أبو ناصر من الكويت. كرار من الناصرية. كرار عندنا دقيقة تفضل. كرار انقطع اتصال مع كرار من الناصرية. نعم. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.